ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الاحد 15/10 ان شاء الله زميلنا محمد مجد راجع من الكليه بعد رحله علاج طويله جدا، فكرنا نصور الفيديو ده نعبر له فيه عن فرحتنا وفرح كل طالب وكل منسوب كليه الزراعه من اول العميد لحد واللي بتاع الكافتيريا اللي ما شغالش غير عمرو دياب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في البدايه برحب بابننا محمد مجدي اللي اصيب في الفتره اللي فاتت. طبعا يمكن انا بعتذر ان انا ما رحتش زورته في المستشفى، لكن كنت متابع كل دقيقة بدقيقة، وكان في اتصال مباشر ما بيني وبين رئيس الجامعة وهيئة المستشفى. فأنا بقول له الحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا بك تاني في كلية الزراعة، ويا رب إن شاء الله تكون في تقدم مستمر. ولو في أي حاجة أقدر أقوم بيها خلال الفترة اللي جاية بالنسبة ليك، أنا على استعداد تام إن أنا أساعدك. وبشكر زمايلك كلهم إن هم عملوا الحفلة ديت لاستقبالك، وأنا إن شاء الله بإذن الله لو فيه وقت هكون موجود وسطكم إن شاء الله، والحمد لله على السلامة. شكرا دكتور. كلمة رجالة محمد نجم، نسبة رجوعه للكلية مرة تانية. نقول له الحمد لله على السلامة، وحشتنا يا ريس والله، وإن شاء الله بالتوفيق في اللي جاي، إن شاء الله السنة الجاية والله امتياز بإذن الله. محمد حجازي. نقول له وحشتنا والحمد لله على السلامه محمد مجدي، وان شاء الله تجيب امتيازات، وبعدين هو بدرجه النافعه، وكل سنه وانت طيب. ديربو. الحمد لله على السلامه محمد، مبسوطين برجوعك مره ثانيه، مبسوطين جدا انك رجعت لنا وسطنا، ومبسوطين ان احنا تعرفنا على اهلك وناس طيبين ومحترمين، وانت مثال للصبر والقوه والاراده والعزيمه، والحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا محمد. ازيك يا محمد يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة، يا رب تكون بخير. نورتنا طبعا وشرفت الكلية دايما، ويا رب كده يعني يعوض صبرك خير ان شاء الله تكون احسن. وطبعا نورت الكلية وانت واقف على رجليك تاني، وده يعني حاجة كبيرة، والحمد لله على كل حال احمد ربنا. وطبعا اللي جاي احسن ان شاء الله، تكون سنة جديدة، سنة للجديدة، سنة للنسيان اللي فات، وسنة ان شاء الله تحقيق كل خير باذن الله، وربنا يوفقك دايما الخير، وتنورنا دايما، تكون في وسطنا دايما باذن الله. والله اقول له الحمد لله على السلامة يا محمد، ونورت الكلية، واحنا مبسوطين ان احنا شفناك تاني في الكلية على رجلك، والحمد لله على السلامة. ابو احمد وحشتنا والله جامد. الحمد لله على السلامة محمد، ونورت الكلية. حماده. الحمد لله على السلامة محمد، نورت الكلية. وناصر. الحمد لله على السلامة محمد، نورت الكلية، واحنا والله كلنا بنحبك والله زي اخونا والله يا محمد. ابو العواجل. الحمد لله على السلامة حمادة، ومبسوطين ان انت رجعت لنا الكلية تاني، وربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله. الحمد لله على السلامة، وحشتنا قوي قوي، وباذن الله كل سنة سعيد عليك، ونتمنى لك الخير. ايوه. احب اقول لمحمد مجدي الحمد لله على السلامة، وفي وسط اصحابك، وبصراحة وحشتنا قوي. ايوه. حابب اقول لمحمد مجدي الحمد لله على السلامه، وان شاء الله ترجع لنا بعد خير وسلامه، وان شاء الله تنور كل يوم ان شاء الله. الحمد لله على السلامه محمد. الحمد لله على السلامه. احلى محمد ده ولا ايه؟ سلامه محمد. يا محمد والحمد لله على السلامه. نورت كل يوم محمد، الحمد لله على السلامه. حماده وحشتنا. الحمد لله على السلامه محمد، وفرحانين جدا برجوعك لينا يعني وكده بعد فتره الغياب ديت، وربنا يوفقك في اللي جاي. لوكا. الحمد لله على السلامه محمد، وربنا يوفقك في اللي جاي، واحنا فرحانين برجوعك لينا، وان شاء الله تكون الفتره اللي جايه تكون احسن بالنسبه لك لينا، وانت اخونا كلنا. الحمد لله على السلامه محمد، احنا مبسوطين ان احنا شفناك في الكليه مره ثانيه. انا برضو مبسوط ان احنا شفناك واقف على رجليك من ثاني بالسلامه، وان شاء الله ربنا يكرمك. الحمد لله على السلامه حماده، ومبسوطين انت رجعت تاني في الكليه. الحمد لله على السلامة محمد، الحمد لله على ألف سلامة. الحمد لله على سلامتك يا محمد، وألف مبروك رجوعك للكليات يعني. الحمد لله على السلامة محمد، كل عام ألف سلامة. الحمد لله على السلامة محمد، وكل سنة وأنت طيب يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا محمد؟ الحمد لله بالسلامة، ربنا يقومك بالسلامة يا رب كده، وتقدر تكمل حياتك تاني. شرفت، الحمد لله بالسلامة. محمد مجدي الإنسان اللي أنا ما لحقتش أعرفه، بتمنى له دايما ربنا يوفقه يا رب، ويكون المحنة اللي كان فيها دي عدت على خير، ويكون عنده يقين ان كل اصحابه جنبه سواء دفعته او اكبر منه، سواء خريج، انا دلوقتي خريج، هلاقيني في اي وقت لو احتاجني فيها هتلاقيني موجود معاك. سلام. الف مليون سلامه عم محمد، رجعت تاني من تاني، تنورنا وتشرفنا وتزيدنا نور، اهلا بيك في الكليه من جديد. ربنا يتم شفاك على خير وترجع لنا بألف ألف سلامة، وأرجو إن هذا الحادث يكون حادث يعني له أثر طيب في نفسك، إنك أنت تحمد ربنا إن ربنا نجاك
وتتم حياتك على خير. وحشتنا والله يا محمد، ونستنى نشوفك ان شاء الله تبقى حاجه احلى من كده بكتير. والحمد لله على سلامتك. الف حمد لله على سلامة محمد، كنا مفتقدينك كتير في الكليه والله العظيم، وفرحنا لما انت جاي لنا وعرفنا ان انت جاي، وان شاء الله سنه للنسيان، وان شاء الله اللي جاي افضل، وربنا يقويك على اللي جاي ان شاء الله. وحشتنا حمد. الحمد لله على السلامة محمد، ان شاء الله اتمنى لك سنه سعيده، وان شاء الله اتمنى ان اكون في قسمك سنه ثانيه وتحقق كل اللي ما قدرتش تحققه وتكون افضل باذن الله. الحمد لله على السلامة. السلام محمد، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن من اللي راح، وان شاء الله كنا احسن من الفترة اللي عدت يعني، واحنا مبسوطين ان احنا شفناك مره ثانيه في الكليه واخد عليك كمان. الحمد لله على السلامة محمد، واحنا مبسوطين ان احنا شفناك مره ثانيه، وان شاء الله تكون احسن ان شاء الله في اللي جاي. هنا الحمد لله على السلامة محمد، واحنا وصلنا احنا شفناك، وان شاء الله تكون سنة سعيدة عليك. ازيك يا محمد، اخبارك؟ عامل ايه وصحتك عاملة ايه؟ وحشتنا والله، ونتمنى نشوفك معانا ان شاء الله. نورنا كده وابشر. ابشر ان شاء الله بالخير عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله. والحياة ما بتقفش. ماشي يا محمد؟ واحد. الحمد لله على السلامة يا محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة ونورت الكل. اخيرا وليد اللي ما بيشغلش على عمرو دياب. حبيبي حبيبي، الف سلامه يا باشمهندس محمد، والحمد لله على السلامه، والحمد لله انت شرفت الكليه، ونتمنى نشوف حضرتك في الكافتيريا ان شاء الله من جديد. شغال حمايه؟ شغال له حمايه، كله اللي حمايه.